في حاجة تانية مشهورة بعد الفالو ريبير، حاجة اسمها ار في ريستريكتيف فيسيولوجي. هو العين دول بيبقى عندهم قبل العملية الار في بريشر بتاعهم بيبقى ايه؟ قد السيستميك صح؟ عنده ناحية فيها في اس دي كبيرة جدا ار ريستريكتيف مورياله سيستميك بريشر، وناحية تانية سيفير اوبستراكشن، فهو الار في بريشر بتاعه قد السيستميك اتليست، وهو عنده هايبرتروفي صح؟ يا ترى الكومبلاينس بتاع الفنتكل ده عامل ازاي؟ يعني ايه كومبلاينس؟ نعم؟ يعني قدرته على تقبل فوليوم، تعال نقولها كده بالطريقه اللي فاتت، هي قد ايه بيأدابت فوليوم وبيعلي البريشر فيه 1 ملم مربع. يعني كل ما الكومبلاينس بتاعته تبقى كويسه يقدر يدخله فوليوم كتير من غير ما البريشر فيه يزيد. حلو؟ دي الطريقه السهله يعني اللي اتكلم عنها. ومن الكومبلاينس بتاعهم وحش صح؟ العين ده بعد ما بنقفله الفي اس دي بيبريزنت ب significant diastolic dysfunction. في الادلتس لما بيتكلموا على الهايبرتنشن والاورتيك ستينوزز بيقولوا diastolic dysfunction. For some reason هنا بيحبوا يقولوا ارفي ريستريكتد فيسيولوجي، هي نفس الحاجات بس بتتقال بطريقه ثانيه. فهو diastolic dysfunction جامده. يعني ايه diastolic dysfunction؟ يعني على الرايت فنتكل ده مش بيأدابت فوليوم في الدايستول كويس، مش بيدايليت في الدايستول عشان يأدابت فوليوم. وما يحصل ايه؟ رايت سايد فيلير. وهو مش عارف يجيله فوليوم في الدايستول، فالستروك فوليوم اللي هيطلعه في الدايستول هيبقى قليل، ومالدم اللي رايح لللنج هيبقى قليل، ومالدم اللي راجع للليفت سايد هيبقى قليل، ومالكارديك اوت هيبقى قليل. مفيد؟ هو ده عيان مش عارف يأدابت فوليوم في رايت فنتركل، فعنده رايت سايد فيلير. هو دلوقتي مبقاش عنده شنط صح؟ ولو هو الدم اللي بيروح اللنج قليل، ده معناه ان هو هيزرق. هو القانون الفلو دلوقتي هيبقى قليل صح؟ هيزرق. ليه ما يزرقش؟ القانون الفلو قليل ولا كتير؟ هو امتى البني ادم يزرق؟ لما دم دي اوكسجينيتد يروح اورت صح؟ صح؟ لو هو ما عندوش اي شنطنج، هو دلوقتي الفي اس دي مقفوله، فلو كميه الدم اللي رايحه اللنج قليله هو مش هيزرق، هو بس كميه الدم اللي راجعه الليفت فنتركل هتبقى قليله، فكميه الدم اللي رايحه الاورت هتبقى قليله، فهو مش هيبريزنت ساينوزس، هو هيبريزنت لوكارديك اوت. وبيحصل له ايه يعني لوكارديك اوت ده؟ لا ده مش سيستم ميتابوليتي والحاجات دي، لا ده حاجات ابدا كامله كده كتير. ما بيبقاش عنده ضغط وقطع يورين ولاكتيته عالي واسيدوتك وبيموت يعني كده، يعني حاجات وحشه قوي يعني بيوند انه لما يجري يتعب والحاجات دي، يعني بيبقى نفسنا يجري وحتى فاهم حاجه. لايف ثريتنج، لايف ثريتنج. العين دول بيبقوا في رياكشن جدا، هم عين فعلا بيبقوا عاملين كده، مفيش ضغط، البريفرال بيرفيوجن وحش، لاكتتهم عالي، اسيدوتك، الرينا بيرفيوجن بيقل وقاطعين يورين، وبيحصل لهم اسيدوز زياده عن اللي عندهم، فاهمين حاجه بقى فاتن. وبنعمل لها ايه دي؟ نعمل لها عمليه عشان نوسع الدايستوليك فانكشن بتاع الارضي؟ لا صح، هي دي حاجه انفاريبلي بتروح لوحدها، يعني هي بتاخد عدد من الايام لحد ما تروح لوحدها. هو كل تشالنج ان البني ادم يفضل عايش هذه العدد من الايام. احنا طبعا دلوقتي متكلمين على عيان ما عندوش ريزيديوال اوبستراكشن. لو في عيان عنده ريزيديوال اوبستراكشن او عنده سيجنيفيكانت ريزيديوال في اس دي، هو لو حصل له ار في ريستريكتيف فيسيولوجي هيبقى وحش جدا، ودي حاجه لازم تبقى رولد اوت، وبساعتها لو عنده المفروض نشيلها، لازم نشيلها. انما احنا دلوقتي بنتكلم على عيان احنا متاكدين انه مفيش ار في اوبستراكشن، مفيش ريزيديوال في اس دي، وعنده سيفير ار في ريستريكتيف فيسيولوجي، يتسبب ان عنده لوكارديك اوتبوت، قوم عامل له لوكارديك اوتبوت، قطع يورين، سيلوكت لاكتيته عالي، عنده بلورال افيوجن عشان هاي سيستميك فينس بريشر، فالسيستميك فينس بريشر عامل له بقى بلورال افيوجن واسايتس وكده. اوكي؟ هو ده عاده بيحصل على تاني تالت يوم من العمليات، وبياخد له حاجه زي 4 5 6 ايام اسبوع. اوكي؟ عاده العيان اللي بيكمل الوقت ده هو الدايستوليك فانكشن ده بيتحسن جامد وخلاص، بيبيك اب ويطلع من الرعايه خلاص. انما في عيان بيموتوا قبل ما يحصل كده. فاحنا يعني الايم ان احنا تو سستين لايف واورجان بيرفيوجن لحد ما ده يحصل.
في خلال هذه الأيام. هم مبدئيا بتشخصوا ازاي؟ عيل عامل فالوب، تاني يوم في الرعايه ضغطه نزل، قطع يورين، لكته عالي، اسيدوتيك بلوري فيوجن، فاهم؟ ماشي. انما ازاي بقى نشخصه دياجنوستيك موداليتي؟ قوم نعمل ايه في الايكو؟ نعم؟ ديفاين ار في انترنال؟ انا مش بتكلم على السيستوليك فانكشن. هو اكشلي السيستوليك فانكشن طبعا بيبقى في الغالب كويس. ايه؟ نلاقي ايه؟ اوكي. ازاي بقى؟ ازاي؟ هو انا بقيس الدستور فين في الليفت ان في الاي ريشيو. كويس، فاحنا اي ريشيو. انما ايه تاني؟ في في ساين كده لطيف. دلوقتي هو في ال في السيستول المفروض البلمونري ارتري الدم فيه ماشي ازاي؟ during systole forward صح؟ في الدياستول على البلمونري على ليفل البلمونري فالف الدم ماشي ازاي؟ ما هو يقول لما بيروحش يعني الا مفيش فلو يا الا راجع لو في بلمونري بيرش صح؟ لو كان في الدياستول دلوقتي الفنتركل ريلاكس هو مش بيكونتراكت during the diastole الدم ماشي من الار في للبلمونري الاتريوم هو فاهمين هو لو في عيان الاتريوم بتاعه بيكونتراكت بالساينس ريذم يا رب تبقى عنده انما بيكونتراكت بالساينس ريذم قام الدم اللي نزل من الاتريوم من الرايت اتريوم راح الرايت فنتركل لقاه مخشب ومش عارف يدايليت قام البريشر عالي لدرجه انه الدم ده مشي من الار في للبلمونري كانه طرقه هو هو المفروض يدايريت فيأدابت المفروض يبقى فيه اكتف دايستول صح؟ البروسيس اكتف يشفط هو الدم من الاتريوم لو الـ لو الفنتركل مخشن فالدم ما بيبقاش ادابتد في الفنتركل فالاتريوم لما يكونتراكت الدم يدخل جوه البلمونري دايستوليك فورورد فلو بس هو مش كل الدايستول الصراحه ساعه ما الاتريوم بيكونتراكت هو الاتريوم بيكونتراكت امتى؟ يا دوب قبل السيستول اللي بعده صح هم يقولوا عليها بري سيستوليك فورورد فلو في البلمونري ارتري هي دي ساين ما لهاش اوبشن يعني هو ما فيش حل تاني ازاي الدم يمشي فورورد هو المفروض يبقى في ريفرج اصلا لو كان في ريفرج او اتليست الدم ما بيمشيش هو هو دلوقتي خلاص الدم اللي دخل البلمونري خلاص دخله والدم المفروض دلوقتي عمال يدخل الفنتركل انما لو لو الدم في على ليفل البلمونري فالف حطينا دوبلر لقينا في احنا دلوقتي الصوره دي ايه سوري صح ينفع اقول لكم دي صوره باراسيرنا شورت اكسس خلاص دي ترانسفراسيك باراسيرنا شورت اكسس قوم يبقى ده الار في وهنا البلمونري ده ليفل البلمونري فالف ده الاورتو شورت اكسس قوم لو انا حاطط كرسر كده لو الدم ماشي من الار في للبلمونري يبقى بيقرب من البروب ولا بيبعد بيبعد يبقى يبقى الويف بوزيتيف ولا نيجاتيف نيجاتيف لو كان في ريفرج يبقى الدم بيقرب من البروب ولا بيبعد بيقرب يبقى الويف بولس صح طيب هو ده اي سي جي بتاع العيان فدي كيو ار اس بعد الكيو ار اس في سيستول فدي ويف بتاعه فورورد فلو بتاعه السيستول عالي في ويف قبلها بعد البي ويف ماشيه في نفس الاتجاه اللي هو نيجاتيف اللي هو من الار في للبلمونري ويبقى العيان ده عنده بري سيستوليك فورورد فلو اكروس البلمونري فالف وده معناه ان الـ RV is very stiff مش قادر يأدبت فوليوم بتاع الـ atrial contraction فالدم مشي في الـ ventricle كأنه طرقة داخل البلمونري اوكي؟ ماشي فاحنا دلوقتي شخصنا ان هو عنده طبعا هو محتاج يبقى عنده sinus rhythm عشان نعرف نشوف الـ sinus طيب لو كان عنده بقى دلوقتي RV restrictive physiology واتفقنا ان دي حاجة life threatening يطرد عمل له ايه؟ احنا عايزين نعمل سبورت ميجر صح هو ده عشان هي دي حاجه بتروح لوحدها انما بس احنا عايزين السبورت العام ده نعمل ايه
وبنديله فلويدز كتير عشان نخلي الدم يمشي بالعافيه. وهو دلوقتي محتاج ار في، محتاج بريشر عالي عشان الدم يدخله، قوم نملاه بفوليوم كتير عشان البريشر يعلى، قوم يبقى هنرفع الفيلينج بريشرز وبندي فوليوم مش قليل. عايزين نمنتين سيستميك بيرفيوجن وبندي انوتروبس. عاده ما بنحبش ندي انوتروبس، بنحب ندي فازوكونستريكتورز عشان الانوتروبس هتزود الدايستوليك ديسفانكشن، فاحنا ما بنحبش ندي ادرينالين. انما ممكن ندي ميرينون علشان تحسن الدايستوليك فانكشن، انما كمان ندي نور اد علشان نرفع على السيستميك بريشر. لو عنده بلورال افيوجنز ندرينت علشان دي حاجه، ما انت لو في افيوجن كتير هيزود البريشر في اللنج والدم هيمشي اصعب وهكذا. حاجه من الحاجات اللي عملت ترانسفورميشن في المانجمنت بتاع العيالين دول البيرتونيال داليسيس، ايرلي بيرتونيال داليسيس. احيانا كتير مجرد بس ما نحط بيرتونيال داليسيس كاثيتر في الـ في الـ في البطن وبس ندرين شويه الاسايتس اللي فيها نلاقي عنده بيقول لوحده. مش واحده من النظريات دي ان هو كان عنده اسايتس من كتر السيستم الجناس بريشر دايس على البلمونري فينز فمخلي الكيدنيز كونجستد وهو اصلا الفورورد بيرفيوجن بتاعها قليل. ف وبس اول ما تفضي البريشر اللي على الريال فينز وتبدا الكيدني تشتغل. انما كمان نبدا من بدري جدا نعمل بيرتونيال داليسيس ونوش الاسيدوزس والالكترولايتس والميتابولايتس. فاهمين حاجه؟ عملنا كده وما ينفعش. ودلوقتي العيان السيستم الفيوجن بتاعه وحش جدا، وهي يعني هو يعني ما بقاش عنده ضغط ولا كتبه بيعلى قوي واسد، واحنا وير نوت مانجنج. وبنعمل ايه؟ ميكانيكال سبورت. هو احنا عارفين انه عنده حاجه فيري ترانزيانت، هو دلوقتي ما عندوش ميكانيكال بروبلم صح؟ هو عنده حاجه ترانزيانت هتاخد يومين ثلاثه، بس عايزين نعيش يومين ثلاثه دول، فاحنا ممكن نحط عليكم اليومين ثلاثه دول. فاهمين؟ دي حاجه فيري فاليد استراتيجي في العيان دول. اوكي؟ يبقى الاول بنعمل، اغلب العيان ما بيحتاجوش يعملوا كده بس قليل لما بنحتاجها. انما لو احنا عارفين ان الانف بتاعه كويس وهو ريبيرد ما عندوش ريزول ليجن انا مش عارف اتعامل معاه، لو طبعا ما عنده ريزول ليجن عارف اتعامل معاه المفروض اعمله على طول. انما لو كمان يعني هو الارجن بتاعه كويس يبقى احنا بس محتاجين البريدج الوقت ده. يبقى هاي فيلينج بريشر نحاول نحافظ على الساينس ريدم عشان هي حاجه مهمه في الدم اللي ماشي. ندي كونستريكتورز نقلل الدايستوليك فانكشن، ندرين الافيوجنز، نعمل ايرلي بي دي. اوكي؟